ولو حضرتك فزت يعني هل ستبقي على وزير الداخلية الحالي ووزير الدفاع الحالي؟ في دستور بينظم حاجات معينه، يعني وزير الدفاع له اليات مختلفه تماما. طبعا لما يبقى اللي بيفوز لو اتحل البرلمان والدستور اتغير او ايا كان هيبقى في متغيرات كتيره في الاليات دي. طب اول قرار لو فزت بالرئاسه هيكون عباره عن ايه؟ انا عايز اعمل قرار يحقق المنظومه الاقتصاديه بسرعه. هيكون قرار اقتصادي يعني. لان انا شايف ان احنا مش هنخش في اليات حرب وكلام بتاعنا. تعرف المنطقه اللي حوالينا بدات من ايران وتركيا وموضوع اثيوبيا وموضوع هنا وقطر، يعني كل الكلام ده بيحطك في اطار الحرب. احنا عايزين اطار السلم الحقيقي، عايزين المناقشات ازاي تتم والعلاقات تتم ازاي بين الدول بطريقه سلسه ومقبوله. ايه موقف حضرتك من الدستور؟ هل ممكن تغير الدستور؟ انا لا، انا برفض تغيير الدستور. يعني الدستور خلاص كان من الاول، كنا من الاول عايزين يعني مصر كانت مثلا تستاهل 6 سنين مش 4 سنين، عشان احنا مش امريكا مش دول تانية. دول تانية الاربع سنين ما بيحتاجوش. حضرتك تقصد مده الرئاسه؟ مده الرئاسه فمده الرئاسه كان ممكن تبقى 6 سنين عشان تدي فرصه للتنميه تبقى اكبر واشمل يعني. لكن طبعا حاليا تم هذا الكلام، فانا موافق على الاربع سنين دورتين حد اقصى، وما يكونش في متغيرات دستورية لان